وتم أيضا تقييم المرحلة السابقة منذ عقد اجتماع القمة الثاني والذي انعقد في عمان في الأردن. الوفود المشتركة خلال هذه الفترة اجتمعت سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي، وتم خلق آليات العمل والتفاعل في المجال الاقتصادي، وتم التطرق إلى مختلف المشاريع المشتركة أو العمل المشترك، المشاريع اللي تتعلق بالمدينة الصناعية، حيث أن عملية إنشاء المدينة الصناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، كما تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صنع الأدوية والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى العمل في مجال الإعمار والسكن. هذه النقاط ونقاط أخرى تم مناقشتها في إطار الفرق الفنية والفرق المهنية، وفي هذا الاجتماع الثلاثي أيضاً تم التطرق إلى القضايا السياسية التي تهم المنطقة، العمل المشترك في المجال السياسي على مستوى المنطقة والعالم، القضية الفلسطينية وقضايا عديدة أخرى تهم المنطقة وتهم البلدان الثلاث. مرة أخرى أرحب بالزملاء هنا في بغداد بين أهلهم وذويهم، وأهلاً وسهلاً بكم.